يا عمان حلك فدا خناجر لا العدا وسيوف يا عمان. تحية لكم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم من عمان. بلا شك متابعينا الأعزاء بأن القوانين والتشريعات من الأمور المهمة والجاذبة للبنية الأساسية للاستثمار وجلب الاستثمارات لأي بلد. سنتحدث في هذه المحطة عن هذا الجانب فيما يتعلق أيضا بالسلطنة مع ضيفنا الدكتور بدر بن جمعة المسكري، مساعد العميد والبحث العلمي بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. دكتور بدر، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. نورتنا في من عمان وسعيدين بأن تكون معنا للحديث عن هذا الجانب المهم، الاستثمار، السلطنة وما يتعلق بالبنية التشريعية أيضا له. ونحن أسعد ونشكركم على إتاحة الفرصة للحديث عن الاستثمار في سلطنة عمان، وسوف بإذن الله يعني نسلط الضوء على قانون الاستثمار في سلطنة عمان وعن البنية القانونية الاستثمارية في عمان. وبإذن الله يعني نستفيد المشاهد الكريم من الإضاءة القانونية البسيطة إن شاء الله. دكتور أهلا وسهلا بك. بداية دكتور، يعني نتحدث عن العوامل المحددة للاستثمار في السلطنة، فما أبرز هذه العوامل؟ العوامل المحفزة للاستثمار هي كثيرة في سلطنة عمان، وجاء قانون الاستثمار العماني في الصادر في رقم 50 على في 2019، وذكر مجموعة من العوامل والحوافز والضمانات التي تشجع المستثمر للاستثمار في سلطنة عمان. فمن ضمنها مثلا الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الجمركية وإعطاء المستثمر الأجنبي الحق في التملك، وهذا لم يكن في السابق. المستثمر الأجنبي كان له حق ليتملك بنسبة 100%، أما في القانون الجديد فأعطى القانون للمستثمر الأجنبي الحق في التملك بنسبة 100% وبدون أي قيود، بينما في السابق كان يقيد بقيود وشروط، مثلا أن يستثمر مع شريك عماني وأن لا تتجاوز حصته 49%. أما في القانون الحالي لا، فسمح للمستثمر الأجنبي أن يستثمر بنسبة 100%. نعم، هذه من ضمن الحوافز التي تدعو طبعا الاستثمار وتسهيل الاستثمار. نعم. طيب أكيد في عوامل أخرى أيضا فيما يتعلق بالأمن، فيما يتعلق بالموقع وكثير جوانب، إلى أي مدى هذه مهمة أيضا في الجوانب الاستثمارية؟ أكيد المستثمر أخي لما يجي يستثمر في أي بلد، المستثمر الأجنبي يستثمر بمليارات الدولارات والريالات، فيسعى إلى يعني يسعى إلى الحصول لمزايا كثيرة ويسعى للحصول على ضمانات كثيرة. أهم نقطة أعتقد يسعى لها المستثمر هي الاستقرار، وأقصد بالاستقرار الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وأعتقد أن سلطنة عمان تتميز بهذا الاستقرار. نعم. فالاستقرار السياسي موجود والاستقرار الأمني موجود والاستقرار الاقتصادي موجود، فأعتقد هذه المحفزات كلها موجودة في سلطنة عمان. لما تصدر القوانين لتعزيز هذا الاستقرار، فنجد أن المستثمر الأجنبي يستثمر وهو يعني يجد الدافع في الاستثمار قوي وأقوى، لأن كل العوامل متاحة. فالتشريع سواء القانون أو اللوائح، سواء قانون الاستثمار أو النظام الأساسي أو غيرها من القوانين، كلها منظومة متكاملة تحفز المستثمر للاستثمار في سلطنة عمان بكل أريحية. نعم. وبكل سهولة. نعم. طيب دكتور، أنت أشرت إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي ولائحته التنفيذية، بلا شك ربما واحد من أبرز القوانين التي تنظم عملية الاستثمار في السلطنة. أكيد في جوانب عدة ذكرت أنت بعض المحفزات للاستثمار، ما هي الجوانب الأخرى التي منظمها أيضا هذا القانون؟ أيضا الأخي العزيز، القانون جاء بحوافز وضمانات. فأنا تكلمت عن الحوافز اللي هي من ضمنها الإعفاءات الضريبية والجمركية. جاء أيضا في مجموعة من الضمانات، من ضمن الضمانات يعني لا يجوز مثلا مصادرة ملكية المستثمر الأجنبي إلا بحكم قضائي. أيضا إذا تم نزع ملكيته فيكون بمقابل تعويض عادل. أيضا يسمح للمستثمر الأجنبي أن يعني ما يحصله من أرباح أن يحوله خارج السلطنة بدون أي قيود، وهذه من النقاط اللي المستثمر الأجنبي يسعى للحصول عليها. هذه من النقاط التي يركز عليها. أكيد أكيد المستثمر الأجنبي يسعى، في النهاية هو يأتي ليحقق ربح، يعني يريد أن يضمن أن هذه الأرباح
يستطيع أن يحولها خارج السلطنة ويستفيد منها وينستفيد من هذا الريع، من هذا العائد الذي يأتي من هذا المشروع. إذن هذه الضمانات موجودة في قانون، في القانون نص عليها، واللائحة جاءت وعززت هذه الضمانات واللوائح وعززت هذه الضمانات والحوافز بشكل واضح وصريح. نعم، إلى أي مدى مثل هذه الحوافز، مثل هذه الضمانات أيضا تساهم في جذب الاستثمارات في ظل التنافس العالمي وفي ظل أيضا الظروف الاقتصادية؟ والله المستثمر الأجنبي زي ما ذكرت لك، يعني يعني أغلب دول الخليج، أنا أعطيك أغلب دول الخليج بما فيها دول الخليج المحيطة والقريبة، يعني لديها قوانين استثمارية رائعة جدا ومتطورة، يعني يمكن بنفس مستوى القانون العماني إذا ما بنفس الدرجة ولا ما أقل يعني. ولكن زي ما ذكرت لك، اللي يميز سلطنة عمان هي غير الموقع الجغرافي هو الاستقرار، الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. هذه محفزات تجعل المستثمر الأجنبي يعني يسعى للاستثمار في سلطنة عمان ويفضلها عن باقي دول المنطقة. ولكن يبقى إن إحنا كيف نعزز هذا، يعني نعزز ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار في سلطنة عمان، ويبقى أيضا كيف نوفر له البيئة الآمنة، البيئة المستقرة التي تجعل استثمار آمن وطويل الأجل، لأن المستثمر يستثمر في استثمار يكاد يمتد بعض الأحيان إلى 50 عام. بالضبط، فيريد يضمن ثبات العوائد ويضمن ثبات الاستقرار في الاستثمار. نعم، هذا بالنسبة له مهم جدا. أكيد في جوانب عدة فيما يتعلق أيضا بتبسيط الإجراءات وتسهيلها، وحابين نتكلم عنها إن شاء الله، سنناقشها معك دكتور، لكن بعد الفاصل. إذا نستأذنك نستأذن أيضا المشاهدين، نذهب إلى فاصل ثم نعود، يبقوا معك. خناجر للعداء وسيوف يوم النداء، يا عمان حلك فداء، نحمي ثرى عماننا من خلف سلطاننا، لو جارت أزماننا نحمي. مشاهدينا السلام عليكم، من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم، وهذه عناوين التاسعة مساء. بتوجيهات سامية، السلطنة تسير رحلات إغاثة إلى جمهورية السودان إثر الفيضانات التي تعرضت لها مؤخرا. دعوات إلى عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا في ظل انتشار الموجة الثانية وارتفاع الإصابات بعدد من دول العالم. أنقرة تقول إن سفينة التنقيب التابعة لها ستستأنف عملياتها مجددا في شرق المتوسط، وتجدد دعوتها لحوار غير مشروط. الصين والاتحاد الأوروبي يناقشان تنظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز 29 مليون حالة. العناوين انتهت، تفاصيل أوفى تأتيكم تمام 10 في نشرة مفصلة. إلى اللقاء. شايل هم ثقيل؟ ما عارفه وين تودي؟ حلك معنا بسيط. ولا يهمك أختي، في الخدمة. يا بلاد يا روح وذات، يا حضن في حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة ونجاهر
حبك علن يا عمان ما غير. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء من جديد، نرحب بكم ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا في حديثنا الذي بدأناه عن القوانين والتشريعات ودورها كبيئة استثمارية جاذبة لجذب الاستثمارات مع ضيفنا الدكتور بدر بن جمعة المسكري، مساعد العميد والبحث العلمي بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. نرحب بك دكتور من جديد. أهلا بك. دكتور، في جوانب عدة تكلمنا عنها فيما يتعلق بقانون الاستثمار رأس مال الأجنبي ولائحات التنفيذية، وبلا شك أنه الإجراءات وتبسيط الإجراءات أيضا من ضمن الأشياء المحفزة لجلب الاستثمارات. أكيد. ومن ضمن أهداف أيضا حكومة مولانا حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، هو أيضا العمل على تبسيط الإجراءات في مختلف الخدمات المقدمة. لا شك أنه في موضوع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار أيضا هذا موضوع مهم، فكيف عالج القانون العماني هذا الجانب؟ في البداية أحب أوضح أن في وزارة التجارة والترويج الاستثمار، الوزارة المعنية بمسألة الاستثمار، لديهم مركز للاستثمار ولديهم ما يسمى استثمر بسهولة أو المحطة الواحدة، وهي هدفها تبسيط إجراءات المستثمر حتى لا يذهب المستثمر إلى عدة جهات لتخليص بعض معاملاته، فيقتصر على جهة واحدة لتخليص هذه المعاملات. أيضا القانون، ما يميز هذا القانون أن قام بتحديد مدد، فذكر لتقديم الطلب مدة معينة وأيضا للرد على هذا الطلب مدة معينة حتى لا يتأخر الرد في، حتى لا يتأخر المستثمر في يعني إنهاء إجراءات الاستثمار. وهذا أنا أعتقد هذه ميزة ممتازة جدا المشرع العماني قام بها، حتى يعني يلزم الجهة الإدارية في تسريع الإجراءات، وأيضا حتى يطمئن المستثمر أن إجراءاته سوف تنتهي وذن خلال 15 يوما أو خلال شهر من تقديم للطلب. ممتاز. وفق المدة المحددة. وهذا ذكر القانون وذكرت اللائحة أيضا، وقت عليه اللائحة في حتى، وعاملين حتى أظن سيستم إلكتروني للتقديم حتى تتم يعني حتى يتم الانتهاء من الإجراءات بيسر وسهولة. ممتاز. هذا من الأشياء أيضا محفزة للاستثمار. طيب دكتور، يعني من خلال متابعتك الأكاديمية وأيضا اطلاعك ربما على الجانب الاستثماري، ما هي أبرز التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي في السلطنة بالتحديد؟ والله التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، وأنا يعني هذه فرصة إحنا نتكلم فيها ونذكر إن التركيز دائما على المستثمر الأجنبي الأجنبي الأجنبي. لو نرجع لقانون الاستثمار الأجنبي، ذكر إن المستثمر الأجنبي هو مساوي للمستثمر الوطني، بل حتى القانون المستثمر الأجنبي في 2019 أعطى للمستثمر الأجنبي أفضلية على المستثمر الوطني في بعض الحالات بضوابط معينة. فالمستثمر الأجنبي أوردي يعني مثل ما يقولوا محصل يعني امتيازات ومحصل مزايا، يمكن المستثمر المحلي يقل عن الامتيازات، هو المستثمر المحلي بعض الأحيان اللي يحتاج إلى أيضا إلى من يلتفت له. ولكن التحديات تبرز أخي العزيز في مجموعة تحديات ممكن التغلب عليها طبعا مع مرور الأيام. طبعا القانون دائما كما يقال، إحنا دائما نعلم طلابنا القانون كقانون جميل، ولكن تطبيقه هو الأجمل. فدائما لا يعني لا يكفي أن يكون لديك قانون استثمار جميل ولائحة جميلة ورائعة، ولكن الأفضل أن يتم تفعيل هذا القانون وتطبيقه بالشكل السليم. فأعتقد أن تطبيق القانون الاستثمار ولائحة التنفيذية يعني هذا أحد المعوقات اللي ممكن تواجه المستثمر الأجنبي وتواجه الشخص في أرض الواقع. الأمر الآخر، نزاعات الاستثمار قد تأخذ وقتا طويلا. طبعا يحمد للمشرع العماني أنه أعطى المستثمر الأجنبي الخيار في الذهاب إلى القضاء أو إلى التحكيم، ولكن أيضا حتى في التحكيم تبقى مشكلة تنفيذ حكم التحكيم عندما يصدر في المحاكم العمانية يأخذ وقتا طويلا، وهذا من ضمن التحديات. هذا من ضمن التحديات وما يتعلق بالخلافات التي تحدث بين المستثمرين. أيوة. وأيضا البيانات والمعلومات، المستثمر الأجنبي قد يتطلب بعض المعلومات والبيانات التفصيلية التي قد تحجم الحكومة أو الجهة الإدارية عن الإفصاح بها طبعا لأسباب معينة، وهذه تجعل المستثمر أيضا يعني يقلق. فكل ما كانت الشفافية
موجودة كل ما كان المستثمر يعني لديه ثقة في الاستثمار أكثر وأكثر. نعم. طبعا في تحديات كثيرة بس ما أدري إذا الوقت يسمح بذكرها ولا لا. طيب خلينا نمر إلى موضوع القوانين نفسها دكتور، يعني منظومة القوانين المنظمة للاستثمار سواء كان الاستثمار المحلي الداخلي وحتى الاستثمار الأجنبي، إلى أي مدى هي كافية في المرحلة الحالية؟ يعني ترونها حتى كأكاديميين متخصصين في هذا المجال ولا داعي لي يعني تحديثها وتطويرها؟ بالنسبة للقوانين خصوصا في يعني في 2019-2020 صراحة صدرت قوانين رائعة جدا، يعني قانون الشركات، قانون الاستثمار، الخصخصة وغيرها من قوانين ولوائح. أنا أعتقد منظومة القوانين شبه مكتملة، ولكن أنا أرجع وأقول ترجع للتطبيق، تفعيلها وتطبيقها بالشكل السليم هو الأمر المهم. أنا أعتقد كمنظومة قوانين فالحكومة والمجالس المتخصصة يعني لم تقصر في هذا الجانب. طيب لعلنا هنا أيضا نتحدث عن موضوع بما أنك ذكرت أنه من ضمن التحديات هو موضوع أيضا التطبيق هذه القوانين في ظل الهيكلة الجديدة للحكومة وفي ظل ترشيق الحكومة وفي ظل أيضا تقليص الجهات المعنية بكثير من الخدمات المقدمة ومنها ما يتعلق بالاستثمار، هل ممكن أنه تطبيق مثل هذه القوانين يكون أسهل وأيسر؟ والله يفترض كذا، يعني هذا يعني المواطن والحكومه تتامل، يعني لما عملت هذا الترشيق كان الهدف والامل ان اللي هو يعني تسهيل الاجراءات وتبسيطها وتسريعها، ولكن يبقى في النهايه يعني الواقع هو من يحكم. فاذا الواقع يعني اعطانا صوره مختلفه عن الصوره السابقه، اذا احنا فعلا الترشيق والهيكله اتت اكلها واتت ثمارها، أما إذا خلاف ذلك فإحنا ما زلنا في المربع الأول. نعم، في المؤمل إن شاء الله أن تأتي ثمارها يعني بإذن الله. بإذن الله تعالى. تحية لك دكتور. شكرا. دكتور بدر بن جمعة المسكري مساعد العميد والبحث العلمي بكلية الحقوق بجامعة السلطان. شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافة، جزاك الله خير. متابعينا الأعزاء، طبعا هذا كان حديثنا عن طبعا البنية التشريعية لجذب الاستثمار الأجنبي. هذه المرة سنذهب إلى تقرير في ذات الموضوع من هناك من محافظة ظفار.